في الحاجه كده عدد كبير الحاسمين عشان الصوت على المفتوح. بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتنا في التعليم المفتوح نفتح، احنا بنتمنى لهم كل احترام وكل تقدير ومنهم مننا ليهم تأييد ان هم حبوا يمسكوا مسكه السفاره. انت بتثقف نفسك بناطق، لكن نجي نصطدم بالحاله المهنيه اللي هي تستلزم حصولك على معاهد في كليه بعد توقف عن الدراسه لمده 5 سنين طبقا لنظام التعليم المفتوح، وبعد ما انت تثقف نفسك تعتقد ان هذا معهد يؤهلك للعمل في مجال معين وليكن مثلا محافظه المحميه اللي بنتكلم عنها النهارده، انا شايف ان في صعوبه كبيره جدا. لو بنتكلم على العداله والمساواه والناس بتقول النهارده دي ناس تعبت واشتغلت وحصلت على سنه الاولى بعد كفاح، هقول لك لا، بالعداله والمساواه ما كنت عندي انا ابني في ثانويه عامه صرفت عليه دم قلبي ويتساوى بعد كده بخريج تعليم مفتوح، والا النهارده ما كانش ليه لا اي لازمه للتنسيق بتاع الجامعات. تنسيق الجامعات اللي بيحدد النهارده كل سنه بيخش اكثر من 600,000 طالب امتحانات الثانويه العامه مصروف من اهاليهم دم قلبهم على الاهالي دي على الطلاب دول على اولادهم، ويجي في الاخر يقول لي اصل انا حصلت على زي 5 حقوق زي خريج التعليم العام. انا مخالف. عشان ده الكلام هو جزئيه صغيره. حضرتك في احد الحلقات في احد البرامج يعني ازاي تساوي بكالوريوس اعلام، وده كان شيء عادي جدا بالنسبه لقناه الكلمه، وساوى بخريج الاعلام بالجامعه المفتوحه. في بقى صعوبه هنا اللي فيها حاجه الاول ده كلام موجه للدوله ولا موجه للطلبه او الحاصلين على 5 حقوق على المفتوح؟ انا كلام موجه للمجتمع، يعني ده جاوب بعد المجتمع. لا احنا اتعلمنا يا استاذ وحيد اول ما بنخش كده سنه اولى حقوق يعلمونا حاجه وإن إيه؟ وإن القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة. عامة يعني تطبق على عموم الناس ومجردة يعني لا تمييز بين الناس. الناس دي خدت لسانس حقوق واعتمدها التعليم العام وأصبحت تحمل نصر. إذا الكلام اللي بيقوله الأستاذ حسام يعتبر مش مطابق مع الـ 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 مع ال